فإذا أحرزت هدف على أرضه ولم يحرز هدف على أرضي وتعادلنا في النتيجة فتصبح يا عم الحاج. يلا يا عم الحاج احنا ناقصين لبخة في الكلام. ناقصين لبخة. تأجيل الدوري العام المصري لتسعة أغسطس بناء على كلام أحمد مجاهد اللي قال إن لو مصر تقدمت هيتأجل الدوري لتسعة أغسطس. هل ده في صالح الأهلي؟ هل ده ضد الأهلي؟ الأهلي بكرة كده كده هيلعب ماتش أسوان لأن دي من الماتشات المتأجلة بينه وبين الزمالك اللي صممت إن الزمالك تتعمل. والنهاردة عيد ميلاد فطوطة وأقول لكم الأستاذ عبد الناصر زيدان قال لي على فطوطة في عيد ميلاده عشان تضحكوا معايا. ومصر طبعا تخطت استراليا وصدق كلام شوقي غريب رغم ان في دور كبير جدا للعيبة الاهلوية سواء اتفقنا واختلفنا. اللعيبة الاهلوية كانوا السبب النهاردة في وصول مصر لدور الثمانية مع البرازيل. الاول نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وريت بقى لو ما اشتركتش في القناة تشترك، انت اهلاوي ولازم تشترك وتعمل لايك للفيديو ده عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس. يلا بينا. الاول بس انا عايز اقول كلمة كده، انا كنت على القناة التانية نزلت فيديو بيتكلم فيه عن اللي حصل مع احمد حسن والبنت اللي اتهمت مشينة، وهو ظهر امبارح وانا اقتنعت بكل الكلام بتاعه وعشان كده انا عملت الفيديو ده. ياريت تشوفوه، الفيديو ده فيه حقائق كتيرة وفيه مفاجأة عن البنت محدش شافها ولا حد يعرف عنها حاجة، كانت لسه جديدة هتشوفوها تذهل وبتأكد ان البنت دي مش كويسة وبتأكد ان في حد وراها. ولو احمد حسن ما كانتش اللعبة بينهم ومن بعض البنت دي هتتسجن بسبب الموضوع ده. نبدأ مع بعض. الاول بنحب نهني خالد الغندور على طريقة الاستاذ عبد الناصر زيدان اللي عمل التويتة دي اللي بيتكلم فيها اللي بيقول النهاردة عيد ميلاد زي ما انتوا بتقولوا، بيشكر جدا في خالد الغندور وكان سعيد جدا بيه وسعيد جدا بعيد ميلاده. ودي فرحة الاستاذ عبد الناصر زيدان بالكلام عن خالد الغندور، وانا مش مسؤول عن الكلام اللي قاله الاستاذ عبد الناصر زيدان. وانا بقول خالد الغندور كل سنة وانت بخير، كل سنة وانت بتفتكر الخير، كل سنة وانت بعيد عن الهيجان وبعيد عن انك انت تعمل مشاكل وانك تقوم الناس على بعضيها، كل سنة وربنا يهديك. انا اللي بقوله لخالد الغندور كل سنة يا غندور وربنا يهديك وتبعد عن الشر والمشاكل وتبدأ توجه الجمهور وتتكلم عن ناديك. طيب ادام اتكلمنا عن خالد الغندور، خالد الغندور ظهر امبارح وطبعا هو بيتكلم عن ازاي الفرق بتاخد الدوري العام المصري. طبعا هو بيبدأ دلوقتي من دلوقتي يعمل نغمات ويعمل شغل والكلام ده كله. لائحة الدوري العام المصري بتقول انها تنتهي بالمواجهات المباشرة، وبالتالي لو تساووا في كل حاجة يبقى الاهلي هو الاحق بانه ياخد لقب الدوري العام المصري، لان الاهلي فاز على الزمالك مرة وتعادل مرة. وده بيرد على كلامه القديم اللي كان بيتكلم فيه على الدوري العام للناشئين وبيقول ايه ده لازم يبقى ماتش هنا وماتش هنا. طب يا عم احنا لعبنا ماتش هنا ولعبنا ماتش هنا والاهلي فاز فات ماتش دي والماتش التاني تعادل، يبقى النتيجة هنا فوز كبير للاهلي على الزمالك، وبالتالي لو تساوي كل شيء وانت بتدور على الاهداف، وانا عارف انت بتدور على الاهداف ازاي لان الاهداف سهلة، ضرب الجزاء حلوة، لعيب يحط جون في نفسه، اللعيبة المتعاونة الحلوة الجميلة معاكم دي ممكن انت تجيب اهداف زيادة. لكن قالك في المواجهات المباشرة، وده هو لما ظهر وجاب الايقونة وجاب الكلام اللي مكتوب عن الدوري العام المصري جاب اظهر جزء وما اظهرش الجزء بتاع ترتيب الاربعة الاولين اللي هو بيبقى بالمواجهات المباشرة ما بين الاندية. فبالتالي الاهلي هو الاحق بانه هو يكون بطل الدوري العام الموسم الجاي دوت اللي احنا فيه. بس انا بقول له يعني ان شاء الله ان شاء الله احنا املنا كبير في رجالتنا في رجالة النادي الاهلي
انها تكسب ببارق نقط، ما نلجأش للمواجهات المباشرة ولا الاهداف اللي انت بتدور عليها، وان شاء الله يبقى الاهلي بطل الدوري بالنقط مش باي حاجة تانية. فطبعا يعني خالد الغندور بيحاول كتير قوي انه ايه يعني، هو عايز بطولة. يا ابني انت مش باتش، مش انت قلت كده خلاص اتعشت؟ مش انت اتعشيت، انت عايز بطولات تاني ليه؟ ما انت قلت انت وابنك وطلعت اتعشت كده، اتعشينا وكاننا والحمد لله، مش عايزين حاجه تاني، ما حدش، مش عايزين دوريات، مش عايزين حاجه، احنا اتعشينا السنه اللي فاتت انت وابنك، مش انت وابنك اللي قلت، واحنا اللي قلنا الفيديو بيقول عليك، بيقول عليك انت وابنك اتعشت الحمد لله. طيب ما تدورش على دوري تاني وعمال تقول اتحاد الكوره ومش اتحاد الكوره والكلام الخايب اللي انت بتقوله ده. فهي ما تعشتش ان شاء الله، الاهلي ما بتعيشهاش، الاهلي بياخد البطولات ورا بعضيها، ولا بيهمه تعشت مش عشتش ولا الكلام اللي انت بتقوله. الاهلي ان شاء الله حاطط عينه هياخد الدوري ده بالنقط باذن الله، ومش هنلجأ للي انت بتقوله ولا الخيارات اللي انت بتقول عليها، وباذن الله الاهلي بطل الدوري لاخر لحظه. بقول لك باذن الله الدوري قادر، لو ما حصلش لعب من الحكام ولعب من الانديه المتواطئه، الاهلي هيبقى بطل الدوري باذن الله باذن الله. النهارده طبعا كان ماتش مهم، ماتش مصر مع استراليا. احنا طبعا اعترضنا على الطريقه الدفاعيه اللي كان بيلعب بها شوقي غريب، وناس كتيره كانت معترض عليها وبتقول ازاي منتخب في حجم منتخب مصر ينزل 5 مدافعين واتنين في خط النص دفاع وثلاثه كده ما لهمش اي يعني. الماتش بتاع استراليا كان بيقول للناس انا جاي اتغلب، هو بيدي للناس انطباع كده ان انا جاي اتغلب. مش ده اللي احنا بنقوله، ده اللي الجمهور اللي قدامك بيقوله، انك انت جاي بتدافع بالطريقه دي، دي بطوله دوليه وبطوله هتوصل لها سواء اردت او مش هتريد، لازم تلعب على انك انت توصل للدور اللي بعده. ما بيدافعش الا اذا مش عايز، اللي مش عايز يوصل الدور اللي بعده. جه الماتش الثاني بعديها كان قدام الارجنتين، ومنتخب مصر ضيع فرصة كبيرة جدا ان يفوز على منتخب الارجنتين اللي بيعتبر في اضعف حالاته، بدليل ان استراليا نفسها اللي احنا غلبناها فازت عليه، يبقى انت كنت اقدر انك تفوز على منتخب الارجنتين، ورغم كده منتخب مصر ما فازش على الارجنتين، وبقينا في موقف صعب وكان في صعوبة في موقف استراليا. النهاردة ربنا أراد أن لعيب من الأهلي يحسم يجيب الجون الأولاني، وطبعا مع اعترافنا بأن الجون بمساعدة جميلة ومساعدة قوية جدا من رمضان صبحي، عشان ما حدش يقول أن الأهلوية بيكرهوا رمضان صبحي، احنا بنكرهه، بس الحق حق أنه هو كان ليه دور النهاردة في الجون اللي جابه منتخب مصر النهاردة بأحمد ياسر ريان، وبعد كده عمار حمدي ابننا جاب الجون الثاني. طيب خلال بقى الفترة ما بين الجونين لحد نهاية المباراة كان فيه بقى، كان فيه أسد واقف هو السبب الفوز اللي احنا فيه، اسمه محمد الشناوي. محمد الشناوي شال أكتر من 6 جوان طبعا بمساعدة الونش للعيب كبير ولعيب يعني يستاهل كل حاجة، وده زملكاوي عشان ما حدش يقول ان احنا بنضطهد الزملكاوية، وأحمد حجازي في الدفاع. لكن احمد الشناوي رجل المباراه الاول النهارده، ما حدش يقدر ينكر ده، ما حدش يقدر ينكر ان احمد الشناوي لولا النهارده كانت مصر هتشيل كتير، لو اي حارس مرمى تاني كان ممكن مصر النهارده تشيل كتير، ولكن احمد الشناوي كان السند الكبير جدا لينا ان احنا نمر الدور دوت ونوصل لدور الثمانيه باذن الله عشان نلاعب منتخب البرازيل. وعلى فكرة منتخب البرازيل احنا فزنا عليه هنا في مصر في ماتش ودي على منتخب البرازيل، يبقى ان شاء الله عندنا فرصة كبيرة ان احنا نوصل بعد كده دور الاربعة، ومن دور الاربعة نوصل النهائي باذن الله ومنتخب مصر. بس يعني رجاء للاخ شوقي غريب، رجاء حاول تلعب تهاجم شوية، دي بطولة ما فيهاش دفاع، ده مش دوري عام مصر بيرم فيه نقط، دي بطولة مش دفاع، لازم تعتمد على ان لعيبتك تخطف جون في اي وقت. هتقول انا بلعب دفاع زي ايطاليا وبعد كده بهاجم، لا، يبقى فريقك كله كامل بس بيلعب بطريقة دفاعية وبيتحرك للهجوم وقت الهجوم.
لكن ما يبقاش حاطط كله مدافعين وحاطط 3 مهاجمين محدش بيوصل لهم كوره. يعني النهارده كان في تفكير كويس ان كان في صانع العاب، يعتبر كان صانع الالعاب ساعتها رمضان صبحي، وده كان بيوصل الكوره للعيب، وده دور كبير كان قايم بيه. لكن انك انت تخلي اللعيبه نفسها وال3 لعيبه المهاجمين محدش بيوصل لهم كوره، طيب ما يبقى كده انت بتلعب دفاع مع قتل المهاجمين، وانك انت بتموت المهاجمين يبقى بالتالي بتقضى على الفرقه وبتخلي الفرقه عرضه ان لما يجي فيها اي هدف مش هتعرف تعوضه. فالنهارده تشكيل مصر كان كويس، يا ريت يستمر التشكيل دوت لحد ما تنتهي البطوله، ويا رب يبقى منتخب مصر ليه دور في البطوله الاولمبيه دي اللي لحد دلوقتي ما خدناش فيها ولا ميداليه. وانا بقول للحكومه وللنيابه ان الفلوس كتيره اتصرفت على المنتخب، على المنتخبات الاولمبيه كلها اللي راحت وعلى اللعيبه اللي راحت، ورغم كده ما فيش ميداليات. في فريق زي قطر يجيب ذهبيه، البحرين تجيب ذهبيه، تونس تجيب ذهبيه، هي كل دي فرق احنا ما بنقارنش نفسنا بيها؟ مش نروح رايحين الاولمبياد نتفسح ونشوف جو طوكيو بس ونرجع؟ لازم يبقى في تحقيق. ادام الفرق ما حققتش نتائج كويسه وما جابتش ميداليات، يبقى المفروض نتشاف الفلوس اللي اتصرفت قد ايه وتتحاسب عليها بناء على كده. اتمنى ان الفيديو يعجب حضراتكم، وريت بقى لو ما اشتركتش في القناه اشترك لو كنت اهلاوي او حتى زملكاوي بتحب الاهلي او بتحب الزمالك، لو كنت بتحب الزمالك واحنا بندافع برضو عن الزمالك، ويا ريت لايكات للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشكركم واتمنى اشوفكم في خير وسعاده، ويا رب دايما ايامكم كلها سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.